الزردة ما بقى فيها والو. إذا هي كانت الزردة زينة وكل شيء والله راه تشوفها ولادي هي. الدخان الله العافية وكل شيء. خويا الناس المسؤولين أنا نضماندي عليهم يجيو يوقفوا لينا في هذا الشيء. اللي الدار كلها سالات كلها تكفسات أنت تشوف طول هك وهك. الحق خلني ياك شو المشكل عندك الحاجة هاد الخربه هادي انت تحرك عليها هاد الخربه راه عيتنا بالدخان الدخان دايره تيدخل للبيوت تيدخل للسرازم نسدو السرازم يدخل لينا والزرده حتى هي تعمر ليا بالدخان وكل شيء داير لي الدخان كزيت ارتاح من فرنسا هنا لداري ساعه لقيت هاد الخربه هكا واخويا سانكل سانكا بس هادشي كاين هنا مالا دابا الضيقة إوا هادشي تتحرق علينا هنا هادو الجيران تاهما كلهم تيغوتو إوا هذا اللي نقول لكم راني عيانة مقديش نهضر ولا المسؤولين خاصهم يجيو يجمعو هاد الزبل يحيدو علينا هاد الخنز اللي كاين اللي قدامنا إوا هذا هو اللي نطلب منهم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.